في فيديو اليوم بإذن الله هنقول وداعاً للبنزين، وداعاً للسولار، وداعاً كمان للزيت بتاع ماكينة الري بتاعة الأرض الزراعية. ياريت تشاهد معنا المحتوى للنهاية وتكمل معنا الفيديو، ويلا بينا على الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ. دي ماكينة مياه، مكنة ري أرض زراعية، كانت بتسقي الأرض الزراعية باستخدام محرك بيعمل بالبنزين. دي كتير من اخواتنا يعرفوها، اللي هي الكيبوتا او اللي بيسموها ماكينة المياه، دي بتشتغل بالبنزين. ولكن في فيديو اليوم بإذن الله هنقدر نحولها ونلغي البنزين نهائيا، وكمان نلغي الزيت اللي بنقدر نغيره للمحرك اللي قدامنا، يعني كمان مش هنحتاج المحرك نهائيا، ولا السولار ولا البنزين، ولا كمان هنحتاج الزيت بتاع المحرك. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز حضرتك تشاهد الفيديو للنهاية علشان تقدر تستفيد وتشوف إزاي هنقدر نشغل الترومبة دي بدون بنزين وبدون سولار نهائيا، وهنقدر نوفر مبلغ كبير جدا في استهلاك الماكينة بتاعة المياه. هنثبتها بالشكل ده كده في قاعدة خشب، وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نثبت كل الأجزاء بحيث تبقى ثابتة معايا. كده ثبتنا ترمبة المياه، ثبتناها في اللوح الخشبي اللي قدامنا، ولو قاعدة حديد كمان هتكون أفضل، مفيش أي مشكلة، ولكن احنا عملنا الفكرة ونجحت معانا بنسبة كبيرة جدا. هنا أنا هوصل المحرك الدي سي اللي موجود معايا، وهركب عليه كمان السير بالشكل ده، ولازم أظبطهم جنب بعض بالظبط. أنا عايز أقول لك على معلومة، إن حضرتك لو جبت طنبورة أكبر شوية هيبقى عدد اللفات أكتر وهتنتج معاك مياه أكتر بكتير، ولكن أنا مكتفي بالقدر ده لأن المحرك ده عدد لفاته أسرع بكتير جدا من الترومبة. هنبدأ نثبت بقى المحرك كمان سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يكون بالظبط. كده تمام وزي الفل. هنبدأ نعمل تجربة دلوقتي سريعا. نقدر نشغل ونروي الزرع بدون وقود نهائيا. أنا هنا وصلت المحرك ده بياخد لحد 180 فولت دي سي، وصلته على جهاز الفرياك، ودي طبعا دايرة التوحيد اللي بتخلي الأطراف تبقى موجب وسالب، فضلا على إنها تبقى كهرباء دي سي، وده شرحناه في فيديو سابق قبل كده. سريعا هنقدر نعملها من الفيديوهات السابقة إن شاء الله بإذن الله، تقدر تستفيد وتعمل دائرة التوحيد بدون أي مشاكل. هنا هوصل الفرياك على الكهرباء الـ 220، ولكن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنشغلها بدون كهرباء المنزل، ولكن هنا عايزين ندي تجربة ونشوف عملية الدوران هتبقى عاملة إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما أنتم شايفين بقدر أزود، يعني هقدر أتحكم كمان في سرعة وفي ضخ المياه. ادي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجه قويه جدا، سرعه ممتازه للغايه. تمام كده خلاص. انا لو موجود في صحراء ما فيهاش كهرباء نهائيا، ما فيش بنزين نهائيا، هقدر اشتغل ازاي؟ وده الاهم ان شاء الله باذن الله نعمله دلوقتي. هنجيب البطاريه وهنجيب جهاز الانفرتر ونقدر نشغل عليه الفرياك، والفرياك يشغل المحرك. كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نجيب البطارية الـ 12 فولت. طبعا دي بطارية سيارة، ولكن دي 40 أمبير. أي بطارية عند حضرتك هتشتغل، حتى لو بطارية الموتوسيكل الصغيرة هتشتغل بدون أي مشاكل. دي بطارية 40 أمبير أهي، نرفع فوق شوية. هنبدأ نوصل عليها جهاز الانفرتر علشان يقدر يحول لي ال 12 فولت لل 220، وال 220 نوديهم على الفرياك، والفرياك يغذي المحرك. فكره ناجحه بنسبه 100%، وهنقول وداعا للبنزين والسولار
وكمان الزيت بتاع المكنة. مش محتاجين كل الحاجات دي في فكرة اليوم نهائيا. كده أنا عندي كهرباء 220، هبدأ أوصل فيها الجهاز بتاع الفرياك، ومن الفرياك هتحكم في السرعة اللي أنا محتاجها. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هيبدأ معايا الدوران وهتشتغل معايا بدون أي مشاكل، تمام؟ هزود السرعة، أعمل اللي أنا عايزه، مفيش أدنى مشكلة في عملية التشغيل. السرعة اللي أنت محتاجها هتجيبها لحد أنت آخرك 180 فولت، هتقف عند ال 180 اللي هم التغذية بتاعة المحرك الدي سي. دي فكرة بسم الله ما شاء الله. هتشوف دلوقتي حجم المياه، وهتروي الأرض، وهتعمل كل أشغالك بدون الحاجة للبنزين نهائيا، وبدون الحاجة للسولار نهائيا. عايز أقول حاجة مهمة، لو أنا محتاج سرعة أقوى وضخ مياه أقوى، عندي حل، وده الأسهل طبعا، إن احنا نغير الطنبورة دي بواحدة أكبر شوية، بحيث تبقى زي دي بالظبط أو أكبر منها كمان، هيكون أفضل بكتير. ولكن أنا بقول لو أنت عندك نفس المحرك وبقيت الطنبورة دي زي دي، مفيش مشكلة، لأن ده عدد لفاته بسم الله ما شاء الله قوي جدا. أنا مش عايز أطول على إخواتنا وحبايبنا، ويا ريت ما تنسوش كمان تدعمونا باللايك، ويلا بينا على التجربة عملي في الأرض. كده زي ما أنتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة في غاية الروعة وفي غاية الجمال والإبداع. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن أنا لو محتاج حجم المياه يزيد معايا، قلنا هنزود الطنبورة كمان، وكمان نقدر نزود المضخة اللي فوق ده، نقدر نشيل الكوع ده ونحط كوع 2 بوصة، لأن أنا عامله مسلوب على 2 على 1.5، يعني 2 بوصة مسلوب على بوصة ونص، نقدر نخليه 2 بوصة، هيخرج معايا مياه أكتر من كده بكتير، ولكن بسم الله ما شاء الله دي مياه كافية إن هي تروي الأرض بدون الحاجة للبنزين، وبدون الحاجة للسولار، وبدون الحاجة للزيت كمان بتاع المكنة الكبوتة أو المكنة اللي كانت موجودة الأول، زي ما أنتوا شفتها في أول الفيديو، كانت بتحتاج للزيت وبتحتاج بنزين، وكانت كمان بتشتغل بالسولار. أنا دلوقتي لغيت كل الحاجات دي واشتغلت زي ما أنتوا شايفين، حاجة عظيمة وحاجة ممتازة، إن أقدر أوفر على كل إخواتنا وحبايبنا المشاهدين المتابعين. يا ريت ما تستخسرش فينا الدعم باللايك، يا ريت كمان تشجعنا وتشير الفيديوهات بتاعتنا عندك على المواقع التواصل الاجتماعي، يا ريت ما تنساش تدعمنا كمان باللايك والاشتراك في القناة، وتكتب لنا تعليق كمان يحفزنا على اننا نقدر نستمر ونكمل في الافكار والابداعات بتاعتنا. وفي اخر الفيديو بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.